لسه مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان في حلقه الاهلي الليله النهارده المليئه بالعديد من الفقرات الهامه والمميزه جدا، بالتحديد بعد الفقره الاولى مع زميلي العزيز استاذ محمد الجندي واللي استضاف فيها الكابتن الكبير كابتن محمد عمر. كان الحديث مهم وشيق جدا فيما يخص يعني الامور الكرويه بشكل عام في الدوري المصري وبتحديد النادي الاهلي في هذه الفتره وفتره الاصلاح بالتحديد داخل النادي الاهلي. لكن دلوقتي معانا فقرة غاية في الأهمية وهي خاصة بفقرة اللجان وبتحديد لجنة مهمة جدا 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 ووليدة داخل النادي الأهلي وهي لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة. عشان كده معايا في هذه اللحظات وبينورني وبيشرفني في الاستوديو أستاذ طارق الشرباصي مقرر لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة. أستاذ طارق برحب بيك، أخبارك إيه؟ كله تمام؟ وأيضا معانا الدكتورة رضوى رفاعي عضو اللجنة وأخصائية التأهيل النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة. أهلا بحضرتك، منورانا ومشرفانا. شكرا الله. يعني خلينا نبتدي بأستاذ طارق، ولجنة تعتبر وليدة في عهد المجلس الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. أهمية تواجد هذه اللجنة والخطوات اللي تم اتخاذها علشان يكون في لجنة لذوي الاحتياجات الخاصة داخل النادي الأهلي. تمام. لجنة الاحتياجات الخاصة دي فعلا هي لجنة وليدة، ودي كانت جزء من برنامج الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات. تمام. وعشان يفعل الجزء ده أنشأ اللجنة لجنة الاحتياجات الخاصة، ودي لجنة فعلا أول مرة في النادي الأهلي يتعمل للاحتياجات الخاصة لجنة. هنتكلم بالنسبة اللجنة دي في أربع محاور بنمشي عليها. تمام. المحور الرياضي والمحور الطبي والترفيهي والتعليمي. المحور الرياضي ده كان مهم بالنسبة لنا جدا لأن ده كان موجود في النادي من سنة 2005 بس كان مجرد ترفيهي، فدخل فيه رياضة تنافسية. فكان ما عندناش داتا للناس دي خالص في النادي الاهلي. فاول حاجه عملتها اللجنه انها طلبت ان الناس دي تعمل لها داتا. كويس. والداتا دي بقى زيهم زي الفرق الاسوياء، واخد بالك، من حق النشاط الرياضي المشرف عليهم زيهم زي اي فرقه طالعه معسكر طالعه دوره طالعه اي حاجه النشاط الرياضي مسؤول عنه. بالنسبه لموضوع الترفيهي. الترفيهي ده احنا في معسكر هيتعمل قريب، ده معسكر اليوم الواحد. تمام. ده هيبقى شامل وهندخل فيه حاجه عروض مسرحيه. العروض المسرحيه دي بيتولاها واحد معانا عضو في اللجنه، وفي نفس الوقت اول مره هنعمل دمج بيننا وبين احدى المدارس الخاصه سبقتنا في العروض المسرحيه، وهتيجي تعمل عروض بحيث ان الاولاد لما يشوفوا الحاجه دي واخد بال حضرتك، ونبتدي احنا نعمل فرق مسرحيه في النادي يبتدوا يشاركوا فيها. بالنسبه للشق التعليمي والندوات، الندوات اول ندوه عملناها للاعضاء استدعينا فيها او شرفنا فيها الدكتور اشرف مرعي، ده مسؤول او رئيس لجنه الاحتياجات الخاصه بمجلس النواب. كويس. وكانت وسيله بالنسبه لنا اللي احنا نتعرف على كم الاعضاء اللي ما بيجوش النادي، يعني في ناس عندهم سبيشال نيدز اولادهم بسبب اولادهم ما بينزلوش النادي. فكانت فرصه فعلا، فجمعنا في الندوه دي داتا كتير قوي على الناس دي. بالنسبه للحته الطبيه برضك، انا في بروتوكولات معموله في الجامعات بنحاول بندرسها لسه. والشق النفسي بقى في الجزء الطبي هسيب الدكتوره رضوى تتكلم. طيب يا دكتور، عايزين نتكلم عن الشق النفسي زي ما كان بيقول كده استاذ طارق، واكيد الجزء النفسي جدا التاثير النفسي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصه مهم جدا، ازاي بتتعاملوا في هذه الجزئيه بالتحديد؟ تمام. خلينا الاول نعرف يعني ايه تاهيل نفسي ذوي الاحتياجات الخاصه. مبدئيا احنا بنبتدي مع الاطفال دي نعرفهم باعاقتهم، يعني ايه طفل ذوي احتياجات خاصه، انا عندي ايه قدرات، لان كل طفل ذوي احتياجات خاصه لازم ربنا يوهب له قدرات. التاهيل النفسي اللي انا مبدئيا بعرفه على اعاقته، بعد اعاقته انا بعرفه على قدراته اللي يقدر يتفاعل بيها مع المجتمع. الحاجه الثانيه باهله نفسيا انه يندمج جوه المجتمع من غير مشاكل نفسيه. احنا عارفين دايما المشاكل اللي بتيجي لذوي الاحتياجات الخاصه انه بيبقى قلقان من الرفض في المجتمع، بيبقى قلقان انه يعيبوا عليه يتعب عليه يتقال ان هو اقل منهم في القدرات في المستوى الاجتماعي في التعليمي في كله. فده الجزء النفسي اللي بنقدر نعمله في لجنه الاحتياجات الخاصه، ان احنا نوفر حاجه، احنا دي تحت الدراسه مع استاذ طارق والاعضاء الموجودين معانا في اللجنه. تمام.
احنا تقريبا ستة اعضاء. تمام. ان احنا نعمل حاجه اسمها وحده الدعم النفسي. وحده الدعم النفسي دي هتبقى خاصه بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه وخاصه باهاليهم، او يقدر يندمج مع المجتمع من غير اي مشاكل نفسيه، يقدر يمارس كل متطلباته في المجتمع من غير ما يقابل اعاقات نفسيه. من ضمن الاهداف المهمه جدا في اللجنه ان احنا عشان نعمل الدمج احنا عندنا عده نقاط كده. النقطه الاولى ان احنا نعمل حصر نوع الاعاقه. احنا زي ما استاذ طارق قال احنا ابتدينا نعمل فعلا الحصر ده. عندنا اعاقات كتيره جدا واضطرابات سلوكيه كتيره جدا هي موجوده في المجتمع الخارجي بالظبط، وضحت مؤخرا ومش موجوده في المجتمع النادي الاهلي. احنا ابتدينا نعمل حصر الاعاقات دي ان احنا نعرف ان احنا عندنا اعاقات ثانيه غير يعني متعارف عليها داخل الاهلي. الحاجه الثانيه ان احنا بنعد الكوادر. احنا عندنا كوادر جوه النادي الاهلي بتتعامل، في منهم بيتعامل مع احتياجات الخاصه وهو مش عارف يعني احتياجات خاصة، وفي منهم بيتعامل مع الاحتياجات الخاصة على دراية. احنا عايزين كل الموجود في النادي الاهلي من اول السكيورتي اللي على باب النادي لحد اللي بيدربهم واللي بيتعامل معهم يبقى عارف يعني احتياجات الخاصة. كويش. الحاجة التانية الدمج او الاحتياجات الخاصة مش بس اطفال احتياجات خاصة وزويهم، لا احنا المجتمع المفروض المجتمع يقبل الاحتياجات الخاصة، فده نوع تأهيل اخر. بالزبط. احنا نأهل المجتمع انه يبقى مجتمع ايجابي قادر يتقبل الغير ولو هو كمان من ذوي الاحتياجات الخاصة. الحاجة الثانية ان احنا بنمد الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمهارات اللي تسمح لهم للدمج. لان مش همسك الطفل العضو في النادي اللي عنده اي مشاكل تمنعه من الاندماج واقول له اتفضل شارك. مفهوم الاندماج بس عشان نوضحه للناس، قوله لنا مفهوم الاندماج ان انا الطفل ذوي القدرات الخاصه ايا كانت قدرته الخاصه ايه، لانه في الابحاث الاخيره حتى الطفل الذكي المبدع بقى ذوي قدرات خاصه. تمام. يقدر يشترك مع المجتمع في كل الانشطه الترفيهيه التعليميه الرياضيه وهو قادر يتعامل معاهم من غير ما يبقى فيه مشكله ما بينهم وفي حساسيات، زي ما بيقولوا ان الطفل النورمال او الطفل اللي ما عندوش مشكله يجي يتقابل مع الطفل اللي عنده مشكله يرفضه او يبعد عنه او يبقى عنده تساؤلات هو ليه كده، هو ليه عامل كده. فانا باهل الناحيتين. تمام كويس. طيب استاذ طارق عايز اتكلم يعني لجنه ذوي الاحتياجات الخاصه وبتحديد من ايام الانتخابات الخاصه بمجلس اداره النادي الاهلي، وكان شيء مهم جدا ضمن البرنامج الخاص بقائمه الكابتن محمود الخطيب. احنا بعد الانتخابات على طول اللجنه دي اتعملت وابتدينا اجتماعات. ما فيش توصيه طلعت من اللجنه الا مجلس الاداره بصراحه هننفذها. يعني من ضمن التوصيات اللي احنا عملناها عافينا كل الاولاد. كان الاول بيدفعوا 160 في الكاراتيه و50 جنيه في السباحه، عافوهم من الكلام ده كله خالص. طالبنا بانشاء نشاط رياضي. معنا الدكتوره شيماء عملت حصر في نادي الشيخ زايد لذوي الاحتياجات الخاصه، وبالفعل بقى فيه نشاط دلوقتي في الشيخ زايد. كويس جدا. وبالمناسبه برضك يعني احب ابشر الاعضاء على طول بيسالوني النشاط هيبتدي امتى في اهل الجزيره. انا امبارح تواصلت مع الدكتور ياسر نصير المسؤول عن نشاط الاعاقات، وقال لي احنا رفعنا مذكره لمجلس الاداره عشان يوفر مدربين ذوي الاحتياجات الخاصه بالنسبه لاعضاء الجزيره. فان شاء الله ان شاء الله يعني قريب جدا هيبقى في نشاط في اهل الجزيره. كويس جدا. انما بالنسبه لمجلس الاداره ما فيش توصيات بصراحه الا ما دعمنا ووافق عليها كلها. التواصل بيبقى مباشر مع مجلس الاداره؟ لا. احنا بنتواصل عن طريق اللجنه العليا. كويس. ده طبيعي. ده طبيعي. واللجنه العليا بتعرضها على الجهه التنفيذيه في النادي. كويس. واخد بالك؟ وبناخد الموافقه برضك من اللجنه العليا. انما ما لناش اتصال بمجلس الاداره مباشر لا. طيب يعني اهم ماده وضعت في لائحه النظام الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي مؤخرا، احنا كنا عارفين في تصويت على هذه اللائحه. ايه الماده اللي وضعت بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه اهم ماده ايه؟ الاهتمام بيهم. دي كانت اهم حاجه في اللائحه. الاهتمام بيهم. تمام. ماده موجوده في لائحه النظام الاساسي. موجوده الأساسي طبعا. النادي الأهلي. وكانت موجوده في برنامج كابتن محمود. كويس. طيب الدكتوره رضوى، التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه هل بيبقى فيه عقبات صعوبات بتواجهوها بشكل او باخر؟ داخل النادي
العقبه الوحيده اللي احنا بنتكلم دلوقتي داخل النادي. لا داخل النادي انا اقصد بيه الاهالي. ان في اهالي كتير ما بيعترفوش ان ابنهم من ذوي الاعاقات او ذوي الاحتياجات الخاصه. ما بيعترفوش او مش عارفين انه انا ابني عنده اضطراب. لان زي ما اتفقنا ان في اضطرابات حاليا ظهرت جديده في المجتمع زي توحد. عندنا اضطراب فرط الحركه. الاضطرابات السلوكيه عامه هي صنفت داخل ذوي القدرات الخاصه لانه بيحتاجوا معامله خاصه. لكن الاولياء الامور دي شايفين ان هي لا ده عنده مشكله عاديه وهتعدي. دي العقبه الوحيده اللي بتقابلنا ان احنا نقدر نقنع اولياء الامور ان في مشكله وساعدونا عشان احنا نقدر نساعدكم. دي يمكن العقبه الوحيده اللي ممكن تقابلنا. تمام. طيب جزئيه الدمج برضه يا استاذ صالح عايز اتكلم فيها مع حضرتك. وازاي بيتم التعامل مع هذه الجزئيه في الدمج ما بين ذوي الاحتياجات الخاصه وبقيه الافراد داخل النادي من الناحيه الاجتماعيه؟ من الناحيه الاجتماعيه انك تحسسه ان هو زي طفل زي عادي بيمارس حياته الطبيعيه جوه النادي. هل بتاخدوا مجهود في توصيل هذا الاحساس لذوي الاحتياجات الخاصه؟ بص اقول لك على حاجه. احنا يعني شغلنا ما بنتواصلش مع اولياء الامور الا لو هم عايزين يعرضوا علينا حاجه او لهم طلبات معينه. فبالتالي ما بنتواصلش مع الطفل ذو الاحتياجات الخاصه مباشره. احنا ممكن نتعامل لان احنا اعضاء وبنتعامل مع اعضاء. انما لو في مشاكل بيعرضها علينا واحنا بنساعده فيها. بس زي موضوع مثلا انشاء النشاط الرياضي في اهل الشيخ زايد، زي موضوع انشاء نشاط رياضي في اهل الجزيره. تمام. خلاص اوكي. اكيد شيء مهم جدا هذه الجزئيه بالتحديد داخل مقرات النادي الاهلي. التعامل بيبقى في مقر النادي الاهلي في الجزيره اكيد والشيخ زايد ومدينه نصر، بيبقى في انشطه معينه بيتم تقديمها لذوي الاحتياجات الخاصه. وهل الانشطه دي بتتكرر هي في الثلاث فروع بتاع النادي؟ احنا بنعمم الانشطه في جميع الفروع. احنا المفروض دلوقتي الدراسه الاخيره اللي احنا بنعملها داخل اللجنه ان احنا يبقى عندنا حاجه اسمها علاج بالموسيقى. علاج بالموسيقى. أيوة. تمام. احنا هندخل فرق موسيقيه، ناس كوادر مدربه تتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه. دي موجوده في اوروبا دلوقتي، التجارب دي معممه في مراكز كتيره لتاهيل ذوي الاحتياجات الخاصه. ان احنا عن طريق الموسيقى نقدر نهدي سلوكيات معينه عندهم، نقدر ندمجهم صح داخل المجتمع. عندنا العلاج بالرسم برضو، الارت ثيرابي عموما، دي حاجات جديده احنا بندخلها جوه لجنه الاحتياجات الخاصه. عندنا انشطه ترفيهيه كتيره جدا الاطفال محتاجينها الفتره اللي جايه دي. عندنا حاجه اسمها العلاج اللي هو التمثيل والمسرح، المسرحيه اللي قريب ان شاء الله داخل النادي الاهلي. فاني مقر جزيرة في الجزيرة إن شاء الله. هتتكرر برضو في المقرات كلها ولا هي بتبقى الدعوة لكل؟ لا هو والله هي بتبقى في مقر واحد. في مقر واحد لان الموضوع بيبقى يعني صعب. لكن اللجنه بس يعني بيبقى يعني بنخصص اتوبيسات تجيب اللي في الشيخ زايد وبتجيب من مصر. لكن اللجنه بتتواصل مع كل فروع مع النادي. كل الفروع النادي. طبعا. اتفضلي كمان. احنا كلنا كاعضاء كل حد فينا فرع، يعني كل حد فينا متواجد في فرع من الفروع عضو فيها اصلا. كويس جدا. فبنتواصل مع بعض كاعضاء جوه الفروع دي وكاعضاء في اللجنه. طيب التنسيق والتواصل ما بين اللجان كلها داخل النادي الاهلي، عايز اطمن على الجزئيه دي بالتحديد، وخصوصا ان في عدد من اللجان المميزه جدا داخل النادي الاهلي تحت اشراف اللجنه العليا للجان. التواصل والتنسيق بيتم ازاي؟ من ناحيه ايه يعني بتتواصل؟ يعني فيما يخص الانشطه اللي انتم بتبقوا عايزين تعملوها، كل الطلبات اللي خاصه مثلا بالتحديد بلجنه ذوي الاحتياجات الخاصه. والله بص احنا كلجان او رؤساء لجان او اعضاء لجان كلنا عارفين بعض. واخد بالك؟ واكيد كلنا بنشور بعض في حاجات كتير. كويس. يعني مثلا انا بفكر في موضوع معسكر اليوم واحد ده عشان افعل موضوع الدمج. يعني انا بفكر ان انا ندخل معانا لجنه الطفل. لجنه الطفل؟ اشمعنى لجنه الطفل؟ عشان يبقى الطفل السليم مع الطفل. كويس. صح، واخد بالك؟ هو ده اساس الدمج. ده اساس الدمج. فما يخشوا مع بعض في معسكر زي ده ويحسوا الموضوع عادي جدا، حتى الطفل السليم يحس ان السبيشال نيدز ده حاجه عاديه. واخد بال حضرتك؟ يبقى الموضوع احسن بكتير يعني. طيب عايز حضرتك طبعا يعني اتكلمنا عن ما تم عمله في من توصيات من قبل اللجنه حتى الان عشان الفتره الجايه. بص بالنسبه للتوصيات اللي انا قلت لك عليها واتنفذت، الاعفاء من الاشتراكات. عملنا طبعا نشاط في الشيخ زايد وخلاص موضوع اهل الجزيره خلاص. في توصيات بالنسبه لنا لسه برضك اللي احنا بقى نفعل موضوع العلاج بالموسيقى. واخد بالك؟ هنخصص جزء في المكتبات. عايز
افهم علاج بالموسيقى ده بيتم ازاي؟ اتفرج علينا دلوقتي. العلاج بالموسيقى بيبقى عباره عن ايه يعني بالظبط؟ بيبقى عباره عن ايه؟ في حاجه دمج ما بين وايضا العلاج بالرسم. طيب غير العلاج بالرسم انا عارف بس العلاج يعني ده بيبقى ازاي وده بيبقى ازاي؟ تمام. العلاج النفسي عامه بيندرج تحتيه حاجات كتيره. انا ممكن اروح عند طبيب نفساني اقعد معاه اتكلم، فانا اقدر اوصل له الرساله اللي جوايا كحد مريض نفسي او عندي مشكله نفسيه فيقدر يساعدني. الاطفال ذوي الرساله دي لان هم عندهم كتيره مشاكل لغويه. تمام. اغلبهم متاخرين لغويا. الحاجه اللي اقدر اتواصل بيها معاهم الموسيقى. مفيش حد طفل في الدنيا ما بيخضعش للموسيقى. صح. ما بيقدرش يوصل رساله انه فرحان او مبسوط الا لما يسمع موسيقى. نفس القصه بالرسم. انا ممكن في التحليل النفسي، احنا عندنا في التحليل النفسي ممكن رسمه صغيره توضح لي مشاعر الطفل دي ايه. فاحنا استبدلنا الفيربل او الكلام في ان احنا نستخدمه عن طريق الرسم وعن طريق الموسيقى. ابدا اعرف مشكلته فين، وبعد ما اخلص المشكله ابدا ابتدي اعرف اعالجه ازاي عن طريق التدخل بقى بالموسيقى. هو حابب التون العالي، فانا دايما لما احب اوصله رساله اوصلها له بتون عالي. لو هي ميوزك، لو هي رسم، هو حابب الطبيعه، محب اوصله رساله او تاهيل او جزء تاهيلي، فانا هشتغل من خلال الطبيعه. ده العلاج بالموسيقى او العلاج بالرسم. كويس. بياخد مجهود جامد؟ طبعا الشغل مع الاحتياجات الخاصه عامه بياخد مجهود. بس اللي بيحب الشغل مع الاحتياجات الخاصه ما بيحسش انه مجهود قد ما هي متعه. لانه بيلاقي في الاخر حاجه. هو اي عمل انت اي عمل اي فرد بيقوم بيه لو بيشتغل بيه وهو متمتع بهذا العمل بالزبط. اكيد مش هيحس باي مجهود كبير. طيب استكمال للتوصيات. بالنسبه للتوصيات هي بس اهم حاجه عندنا اللي احنا فرع الشيخ، فرع اهل الجزيره. ده اهم حاجه عندنا فعلا. دي اشمعنى؟ لان انت دلوقتي انت عندك عدد في اهل الجزيره، واخد بالك؟ في ناس بتروح مدينه نصر تتمرن، واخد بالك؟ وفي ناس بتروح الشيخ زايد، واخد بالك؟ فاحنا جمعنا عدد، يعني في عدد في اهل الجزيره. فهو خلاص الموضوع يعني على اتم هيخلص يعني. بالنسبه طبعا طب ما هو العدد في اهل الجزيره، طب ما في ممكن يكون في اعداد حتى لو قليله في اهل مدينه نصر او حتى لا في اعداد كتير في مدينه نصر. طيب يبقى لان في فرق تنافسيه هناك. وبالمناسبه برضك يعني انا ببارك للجهاز الفني ومدير الجهاز اللي هم طلعوا بطوله قريب وحققوا فيها مراكز كويسه. وبالنسبه لا بالنسبه لاهل الجزيره بقول لحضرتك لا في عدد، وحتى انا هقترح ان شاء الله ان لو ما فيش امكانيه دلوقتي في اهل الجزيره ان في باص يطلع الناس دي لو عايز تتمرن يطلع اهل مدينه نصر ونرجعهم تاني زيهم زي اي فرقه. بيبقى في تواصل مع اولياء الامور بشكل مستمر بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه؟ الطبيعي ان يبقى في تواصل ما بينهم. لانه احنا المفروض ان الفتره الجايه ان شاء الله احنا هنكثف جدا من ورش العمل. هنكثف جدا من ندوات. لا زي ما انا قلت في الاول ان امهات كتيره مش عارفه تتعرف اعاقه ابنها ايه. طب بتعرفوهم ازاي؟ اولا احنا بنديها نماذج عشان نشجع الام، لان الام احنا عارفين ان اي ام عندها ذوي قدرات خاصه بتبقى الى حد ما محبطه ان الطفل ده مش هيبقى في يوم من الايام زيه زي او مستقبله زيه زي الاطفال النورمال. فاحنا بنديها نماذج في الاول من اطفال ذوي قدرات خاصه قدرت توصل لمرحله ونجحت كتيره جدا بشكل كبير. فدي اول البوزيتيف. عندنا ذوي احتياجات خاصه في النادي ناجحين رياضيا بشكل كبير جدا. عدد كبير كمان سواء في السباحه او بعض الرياضات الاخرى. بالظبط كده. بس احنا عايزين نوسع الفكره انه احنا مش رياضيا بس، احنا تقدري ان في ناس اهلناهم نفسيا زي ما قلنا التاهيل النفسي في الاول قدراتهم وعرفناهم قدراتهم ايه واكتشفوا مواهبهم. من ضمن التوصيات في اللجنه ان احنا نكتشف مواهب ذوي القدرات الخاصه. لان في منهم انا اتعاملت معاهم حالات دلوقتي هم شعراء بيكتبوا شعر وبيقفوا يقولوا في ندوات كتيره شعر. منهم كتيره قوي بيعرفوا يعزفوا بيانو وشاطرين جدا وبارعين جدا. فاول حاجه اعرفها للام ان انت عندك طفل ذوي قدرات الخاصه، بس ده ما يزعلكيش، بالعكس ده يخليكي تستني انه قدام شويه. لو الام نفسها مش واخده بالها انتوا ازاي كلجنه داخل النادي الاهلي بتقدروا تكتشفوا؟ عايز اوصل لك حاجه بس احنا كلجنه ما بنعالجش، واخد بالك؟ تمام فاهم. اوكي. ولا بنتكلم، احنا ممكن نروح زيارات، ممكن نتواصل مع اولياء. احنا اللي يهمنا في الاول اولياء الامور اللي هو تعبان مع ابنه.
واخد بالك؟ انما ممكن نخلق الحاجات اللي هو عايزها. يعني مثلا كلجنه طبيه، دكاتره نفسيين، الكلام ده ممكن نعمل بها توصيات. يعني بتساهموا في العلاج؟ بنساهم بتوصيات، انما التعامل مباشر لا، في ناس مخصصه الكلام ده. يعني مفيش تعامل مباشر مع اولياء الامور؟ لا، اولياء الامور اوكي، انما الاولاد لا. اما انا بسال في اولياء الامور، في تعامل مباشر وتواصل، ده شيء تعامل مباشر مع الاطفال، تاهيلهم بس ودمجهم مع اولياء الامور، ان هم يبقى عندنا داتا معاهم. عشان احنا دورنا توجيهي شويه، ان انا اوجه ولي الامر انا شايفه ان ابنك عنده تاخر في نقطه معينه، فمن فضلك توجهي بيه للطبيب الفلاني يعمل الفحوصات اللازمه ويدينا التشخيص الاخير، واحنا دورنا ان احنا نوجهك بقى داخل النادي. احنا عندنا علاج بالموسيقى، عندنا فهنوجهك جوه النادي ان تطمني ان ابنك وهو قاعد معانا بيكتفي بالحاجات اللي يقدر يتاهل بيها داخل المجتمع. والاستجابه موجوده من اولياء الامور؟ طبعا الاستجابه موجوده وعاليه الحمد لله. النسب قد ايه مثلا؟ لا انا ما عنديش نسب حاليه للنسب 100%. كويس. اصل انت بتتكلم، انا عضو وهو عضو، وانا جاي عشان اخدمه. ده عمل تطوعي انت عارف طبعا، واخد بالك؟ فانا جاي عشان اخدمه، فبالتالي واخد هيبقى مبسوط. تمام. لكن عدد كبير يعني في تواصل؟ لا في تواصل طبعا. يعني هي ما هو بص، يعني احنا كسبنا حاجات كتير قوي من الموضوع ده. اولا ان قبل ما تتعمل اللجنه النادي ما كانش عنده داتا للاولاد دي للاسف، يعني. ودي خطوه حلوه قوي انتوا خدتوها طبعا الفتره اللي فاتت، طبعا ان يبقى في داتا ليهم، داتا ليهم واخد بالك. ونفس يعني نفس التعامل مع النشاط الرياضي زي الفرق الاسواق بالظبط، يعني بيتعاملوا زيهم زي الاسواق، واخد بال حضرتك؟ وحتى يعني هيتعمل لهم، او كان من توصيات اللجنه ان تعمل لهم مكافئات، يعني اللي بيكسب او ياخد بطوله او ياخد ميداليه. وتعمل موافقه على المكافئات دي؟ التكريم. والتكريم طبعا. طبعا. لا في، لا التكريم ده جاي، ده يوم لوحده، يوم تكريم اكيد. واخد بالك؟ بس طبعا يعني احنا متواصل، انا عن نفسي متواصل مع الجهاز الفني اللي ماسك الاولاد دي. طب رساله اخيره لو حضرتك حابب توجهها لاولياء الامور اللي عندهم ابناء ذوي احتياجات خاصه. لا انا اوجه رساله لعندهم اولاد ذوي احتياجات خاصه وما بيروحوش النادي. لا روحوا، يتواجدوا في النادي، روحوا وهتلاقوا كل الانشطه ان شاء الله قريب قوي 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 لكل الاولاد. تمام. حضرتك الرساله اللي حابه توجهيها؟ انا باكد على رساله استاذ طارق ان احنا الفتره الجايه شغل اللجنه هيبقى على ارض الواقع. اي ولي امر عنده اي استفسار يخص ذوي القدرات الخاصه، اذا كان التاهيلي او العلاجي او الدمج او حتى التعليمي الاكاديمي، فيتوجه للجنه. احنا عندنا استعداد ان نسمع جميع اولياء الامور. لا احنا نروح لهم كمان يعني، او لو هم حابين ان احنا نروح لهم هناخد لقاءات في اماكن مختلفه، هم يشرفونا في اللقاءات دي، واحنا على تم استعداد ان احنا ننفذ لهم كل الطلبات اللي هم عايزينها، من غير ما يحسوا في يوم من الايام انه يعني في مشكله ان احنا نتعايش مع الناس دي. طيب استاذ اتفضل. بعد اذنك يعني فضل. احنا في اخر اجتماع خدنا توصيه ان احنا كل جمعه هنتواجد في فرع من فروع النادي ونلتقي بالناس، بتبقى زياره ميدانيه ونشوف مطالباتهم، يعني احنا هننزل لهم خلاص يعني. كويس جدا. اكيد انا اتمنى لكم كل التوفيق في ملف ولجنه هامه جدا داخل النادي الاهلي، من ضمن اللجان العديده بصراحه اللي بتخدم افرع النادي الاهلي المختلفه. استاذ طارق الشرباسي مقرر لجنه ذوي الاحتياجات الخاصه، بشكرك شكرا جزيلا وشرفتنا. دكتور رضوى رفاعي عضو اللجنه واخصائيه التاهيل النفسي لذوي الاحتياجات الخاصه، شكرا نورتينا وشرفتينا. شكرا ليك. دي كانت فقره مهمه جدا ضمن فقرات حلقه الاهلي الليله النهارده، لسه فقراتنا ما خلصتش. لكن قبل ما اقول لكم الفقره التاليه في حلقه النهارده، ما تنسوش بكرة إن شاء الله الساعة 11 صباحا هكون معاكم وتغطية خاصة جدا للمؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي مستر مارتن لاسارتي، المدير الفني الأوروغواياني، وهيكون مؤتمر صحفي هام للغاية إن شاء الله في تمام الساعة 11 صباحا مباشرة من خلال قناة النادي الأهلي وحصريا كمان تابعونا. ودي أكيد كانت فقرتنا النهاردة، استنونا فقرة أخرى بعد قليل مع كابتن خالد العوضي، وهستضيف فيها عدد من نجوم كرة السلة أو نجمات كرة السلة داخل النادي الأهلي. استنونا بعد فاصل.